البريد التونسي وويسترن يونيون يقدموا لكم عم الناجي بوستاجي. اهلا بالعبيد هذول كريدي. اهلا بالناجي اقوى بوستاجي. المرة هذه شواب ليك من الخارج. ما يكون كان خويا من باريس. ماني نعرفك انتيكا ومش مواكب الحضارة. الدنيا تبدلت توا، فما لا سماس لما ماس ليميل، وانتي خوك مثل ابعث في الشوابات. سليو عم العبيدي، اعطيني دبوزة غاز. قل لي عم العبيدي، عندك ويفي؟ سبا ولا بكويت هذا؟ يقصد عندكش انترنت. ما فهمتش لولا، باش نفهم الثانية. بابا توا بعث لي اس ام اس فيه الكود نتاع الفلوس اللي بعثهم لي من الخارج، وسألت على الويفي، حبيت نجبد الفلوس على الانترنت بالسيرفيس الجديد نتاع ويسترن يونيون والبريد التونسي، استلام الاموال على كارت دينار سمارت، على خاطر احنا في ويكاند كل شيء مسكر. يا بابا مخي ما فهمت شيء. تياك لاباج ولدي، شو العبيدي؟ استلام الاموال على كارت دينار سمارت خدمة جديدة نتاع ويسترن يونيون والبريد التونسي. مواكب العصر، كونيكسيو كود، شد بدي حبنت اخو فلوسك بالوقت. اما استناني شوية، انت عندك كارت او دينار سمارت؟ بيان سيوك وي، وهكيك النجم نجبد الفلوس من الديستريبيتور ولا نخلص بها ديريكت. توا الحكاية هذه الكل وانا ما عنديش وي وي ولا في في. اي عم العبيد قبل ما ننسى، اعطيني دبوزة غاز. اما كامل علي مزية، وصل لي انت للدار. نعم بابا، ما خدمتش حمال في السابق، وعمل على روحك. أمان عم العبيدي، أنا خايف من دعوة أمي. إيش دخل دبوس الجاتش في دعوة أمك؟ موكي لاحة تبايا بيش نشريها لها، قالت لي برا وليدي إن شاء الله ربي يحلى في وجهك. زعم شنو المثل ينطبق على الحلقة هذه؟ واحد، كلمة عليها ملك وكلمة عليها شيطان. اثنين، ولد الفار يطلع حفار. للمشاركة أبعث سماس على 87-95-95. اربح على كل حكاية 1000 دينار كاش، وجائزة العيد الكبرى وصل شراء بقيمة 5000 دينار. رمضان السنة مع البريد التونسي وويسترن يونيون، اربح وافرح.